عضو لجنة التلقيح يحذر المغاربة. أكد مولاي مصطفى الناجي عضو لجنة التلقيح الوطنية ومدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسنة الثانية بالدار البيضاء أنه يجب توخي الحذر من الإصابة بنزلة البرد خلال هذه الفترة. وأوضح الناجي في تصريح لست أنفو أن الأشخاص الذين يحسون بأعراض من قبيل ألم في الرأس أو السيلان في الأنف أن يبادروا إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم من الفيروس. واعتبر مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسنة الثاني في الدار البيضاء أن استقرار الوضع الوبائي في المملكة لا يعني الخروج من الأزمة الصحية، بل يجب الاستمرار في إعمال الإجراءات الوقائية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والإقبال على التلقيح لتفادي مضاعفات الفيروس.